تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية، وفي إطار توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه التي صدرت خلال شهر رمضان المبارك بما يلبي احتياجات المواطنين، ومتابعة لجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في تنفيذ برنامج عملها، أعلنت وزارة الإسكان عن بدئها بتسليم مفاتيح الوحدات السكنية بمشروع اللوزي الإسكاني على المواطنين المستفيدين. وقالت الوزارة إنها ستواصل جهودها في توزيع مفاتيح الوحدات على دفعات متتالية حتى أن تنتهي من توزيع كافة وحدات المشروع، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعقب خطوة تسليم المستفيدين عقود الوحدات السكنية والتي تمت بالأسبوع الماضي، بعد أن قامت إدارة الخدمات الإسكانية بإشعار المواطنين بالحضور للوزارة لتوثيق عقود الانتفاع وتعريفهم على أهم البنود وبيان أبرز الإرشادات القانونية والفنية التي تحدد البنود القانونية والمالية المدرجة في العقد الإسكاني. وتابعت الوزارة أن قسم إدارة الممتلكات الإسكانية كثف استعداداته للبدء في تسليم مفاتيح وحدات مشروع اللوزي، موضحة أن هذا المشروع الإسكاني يعد أحد المشاريع الرئيسة المدرجة ضمن برنامج عمل الوزارة لبناء 25,000 وحدة سكنية وفقا للالتزام الخاص بقطاع السكن الاجتماعي الوارد في برنامج عمل الحكومة، ومواصلة التزامها نحو تحقيق هدف إنجاز 40,000 وحدة سكنية ضمن الإطار الزمني المحدد حسب توجيهات جلالة الملك المفدى وتوزيعها على المستفيدين.